أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف أياما يفهم. هذه قاعدة عظيمة، وللعبد الضعيف فيها رسالة مطبوعة، هي مطبوعة ولله الحمد، اسمها رسالة في وجوب التفريق بين أصل العبادة ووصفها، وهو من أعظم الردود على أهل البدع. أرد إذا أتقنته يا أيها السني والله ما يقف أمامك أي مبتدئ. أغلب أهل البدع خربطوا وخلطوا بين الأصل والوصف. ارفعوا رؤوسكم، تقول القاعدة: مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. تبونها في بيت؟ شرعية الأصل تقول إيش؟ لا تستلزموا شرعية الوصف أياما يفهموا. يعني مثلا ارفعوا رؤوسكم لي، الذكر الجماعي هذه لفظة مكونة من كم كلمة؟ أي الذكر الجماعي. الأصل هو أول الكلام وهو الذكر، الوصف هو اللفظة الثانية وهي الجماعي. انتبه، أصل الذكر ومشروعية الذكر وفضيلة الذكر لها أدلة كثيرة ولا لا؟ ذكروني ببعضها. اذكروا الله ذكرا كثيرا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ماشي. طيب، إذا جئنا نحن ننكر على الصوفية الذكر الجماعي، نحن ننكر أصل الذكر ولا وصف الذكر؟ اشتكيت؟ فنحن ننكر الوصف، فنقول هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا يستدلون علينا؟ بماذا يستدلون علينا؟ أيوة، شوف كيف المراوغة، يتركون الاستدلال للوصف ويعمدون للاستدلال على الأصل حتى يوهم الناس أننا ننكر الأصل للوصف. والخلاف بيننا وبينهم في أي شيء؟ فهم يريدون تشريع وصفهم بالدليل الذي يثبت أصل، والمتقرر عند العلماء أن الدليل لأصل للأصل، ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج إلى دليل آخر. ما فهمتوا هذه؟ ها؟ واضحة؟ فإذا كانت العبادة مشروعة في أصلها ولكن ممنوعة بوصفها، فلك الحق أن تنكر وصفها، ولا حق له أن يستدل على مشروعية وصفها بثبوت أصلها. مثل دليل التحريم، هل يدل على النجاسة؟ يعني ثوب الحرير حرام، هل هو نجس؟ فإذا ليس كل شيء حرام نجس، لكن كل نجس فهو. فإذا النجاسة وصف زائد على التحريم، لابد لها من دليل خاص. أضرب لكم مثال ثاني، يمر أسماء بعض الأموات فيقول بعض الناس: الفاتحة على روحه، صح ولا لا؟ فقراءة الفاتحة هنا ننظر لها باعتبارين، باعتبار أصلها وصفة. الفاتحة عند سماع الأموات، الفاتحة هذا أصل عند سماع الأموات. الفاتحة باعتبار أصلها مشروعة، فهي أم القرآن والسبع المثاني والشفاء والواقية وغيرها من أول ما تفتح بها الصلاة، وسميت الصلاة أيضا. أنا لا أنكر أصلها، وإنما أنكر إيقاعها على هذا الوصف، فالإنكار عندي هو الوصف. فإذا أنكرت على هؤلاء قال لك مباشرة: يا أخي هذه سورة من القرآن، يا أخي يا وهابية هذا سورة من القرآن، افتتح الله عز وجل بها كتابه وافتتح بها صلاته وافتتح بها. طيب، وبعدين هل جاء بدليل يدل على مشروعية الوصف الآن؟ ما في دليل. فإذن أغلب أهل البدع يخلطون بين إيش؟ الأصل والوصف، ويظنون أن مشروعية الشيء بأصله تستلزم مشروعيته بوصفه، ونحن عندنا معاشر لا تستلزم مشروعيته. أرأيتم هذه القاعدة عظيمة جدا، ترد على أهل البدع، أهل البدع كلهم ترد عليهم هذه القاعدة. ارجعوا لها الكتاب تجدون فروعا أكبر. نعم، نص القاعدة من يستطيع أن يستنتجه تجيبه؟ ها، ممتاز، أمل عليهم. صح، رسالة في وجوب التفريق بين أصل العبادة ووصفها. لو كان معنا نسخ كان جبنا لكم، لكن إن شاء الله لعل الكتاب يطبع مرة أخرى. أغلب الرسائل والكتب التي كتبتها فيها القواعد التي الأخذ بها يعتبر أصلا من أصول طالب العلم، ويقيه من الخلط الذي بسببه وقع له الضلال في ضلالهم.